النسائي. تقول النسائي؟ نعم النسائي صاحب السنن. سوف نرى موقف النسائي من معاوية. الإمام النسائي واحد من أصحاب الكتب الستة. إيه النسائي؟ سوف نرى إيه موقف الإمام النسائي من معاوية ابن أبي سفيان. نعود إلى الذهبي المجلد الرابع عشر. المجلد الرابع عشر. طبعا لسنا إيه بحاجة أن نتكلم عن النسائي، من هو معروف، أشهر من نار على عالم، أشهر من نار على عالم. نعم. روى أبو عبد الله ابن مندة عن حمزة العقبي المصري وغيره أن النسائي خرج من مصر في آخر عمره إلى دمشق فسئل بها عن معاوية. إيش رأيك في معاوية وفضائل معاوية يعني، وما جاء في فضائله؟ فقال لا يرضى رأسا برأس حتى يفضل. يعني معنى الكلام يعني المفروض إيه؟ أنتوا تسكتوا عن معاوية، إحنا سكتين عليه وخلاص يعني، بدكم أفضليات له يعني؟ فضائل معاوية؟ له فضائل؟ قال فما زالوا يدفعون في حضنيه حتى أخرج من المسجد ثم حمل إلى مكة فتوفي بها، تسببوا في مقتله. كذا قال وصوابه إلى الرملة. قال الدارقطني أبو الحسن صاحب السنن الإمام الجليل، قال الدارقطني خرج حاجا فامتحن بدمشق. محنة، فتنة، امتحنوا الله، امتحنوا على أيدي هؤلاء النواصب فامتحن بدمشق وأدرك الشهادة. الدارقطني اعتبره شهيدا، قتله حب علي وقول الحق في معاوية. قالوا ما فضائل؟ إيش ما في فضائل؟ قالوا معاوية فضائل؟ قالوا واحد يقول لي عجيب يا عدنان، طب ما بل هؤلاء اليوم يتصايحون ويصرخون فضائل معاوية، مناقب معاوية، يعني يعرفون لهم الفضائل ما لا يعرفون النسائي، الإمام النسائي. وإلا لو كان يعرف المسكين النسائي يعني فضائل لحدث بها وأنقذ مهجته، صحيح؟ ما في فضائل يا أخي، فضائل معاوية لا أشبع الله بطنه، في رواية قال لهم، قال لهم وهل لهم من فضيلة إلا لا أشبع الله بطنه؟ هذه صحت عن الرسول؟ لا، بلا مدنوية. النبي دعا عليه وأصابته الدعوة، على فكرة أصابته الدعوة كما سيأتيكم، وأدرك الشهادة فقال احملوني إلى مكة، فحمل وتوفي بها وهو مدفون بين الصفا والمروة، وكانت وفاته في شعبان سنة 300. قال وكان أفقه مشايخ مصر في عصره وأعلمهم بالحديث والرجال، رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتقبله الله في الشهداء والصالحين. الإمام النسائي قتله أهل الشام من أجل أنه قال لهم معاوية ليس له فضائل. فضائل ماذا؟ هذا النسائي إمامنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه.